Cześć, jestem Norbert i witaj na moim kanale poświęconym językowi arabskiemu. Esencja dzisiejszego filmu jest bardzo prosta. Chciałbym przedstawić Wam 100 najpopularniejszych słówek w języku arabskim, w tym standardowym języku arabskim. Nie będzie tutaj żadnych naleciałości dialektalnych. Oczywiście jest to moja subiektywna lista, więc część słów, które Wy uważacie za ważne, może tutaj zabraknąć, no ale bardzo ciężko skumulować wszystkie ważne słowa w jeden film. Oczywiście będą one podzielone na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki itd., itd. Jeżeli jest to Wasz pierwszy kontakt z językiem, możecie sprawdzić, jak on brzmi, osłuchać się z nim. Natomiast jeżeli już znacie język arabski, to sprawdźcie, czy znacie te wszystkie słowa oraz zdania, czy rozumiecie zdania, w których one będą użyte. Gotowi? Załóżcie słuchawki na uszy i odprężcie się z językiem arabskim. Yalla! Ana. Ana. Ana Norbert. Anta. Anta. Lub anti. Anti. Anta mudarris. Anti mudarrisa. Huwa. Huwa. Huwa talib fi jami' Dimashq. Hiya. Hiya. Hiya mumarrida fil mustashfa. Nahnu. Nahnu. Nahnu muhandisun fil masna. Antum. Antum. Antum fil maktab. Hum. Hum. Hum ala haq. Hadha. Hadha. Hadha al qalam maksur. Hadhihi. Hadhihi. Hadhihi shaqqa jamila. Dhalika. Dhalika. Dhalika al rajul ja'a ilayyi. La. La. لا أفهمك. نعم. نعم. نعم أنا أفهمك. هل. هل. هل تعرف الطريقة؟ ما. ما. ما كتبت إلي؟ من. من. من فعل ذلك؟ أين. أين. أين تذهب؟ ماذا. ماذا. ماذا قلت له؟ كيف؟ كيف؟ كيف حالك؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا رجعت إلى البيت؟ كم؟ كم؟ كم كتابا لديك؟ أي؟ أي؟ سأفعل أي شيء؟ متى؟ متى؟ متى ستسافر إلى بيروت؟ لكن لكن آسف ولكن البيت مغلق. أن أن أعرف أن ليس لديه فلوس. لأن لأن وصلت إلى مصر لأن الجو حار جدا هناك. ليس 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 هناك شجر في المدينة. و و هو جميل وحديث. أو أو هل تفضل أحمر أو أزرق؟ إلى إلى أذهب إلى العمل. في في الكرسي في الغرفة. على على وجدت المفتاح على الطاولة. بجانب بجانب الدراجة بجانب المبنى. بين بين أقف بين السيارة والشجرة. تحت تحت القطة تحت السيارة. فوق فوق هناك صورة فوق المكتب. من من أخرجت قميصا من الخزانة. مع مع أذهب مع صديقي. عن عن سمعت عن الحادث في الراديو. كل 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 يوم أشرب فنجان شاي. الذي الذي هو الرجل الذي كتب إلي. التي التي هذه المدرسة التي تدرسني. بعد 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 الحفلة ذهبنا إلى البيت. قبل 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 الجلسة تكلمنا مع المدير. فقط فقط أريد قطعة واحدة فقط. ثم ثم دخلت البيت وثم ذهبت إلى النوم. جديد جديد
اشتريت سيارة جديدة. قديم. قديم. هذه مدرستي القديمة. قليل. قليل. هناك سيارات قليلة في الشارع. كثير. كثير. أعرف كثيرا عن ذلك. جميل. جميل. هي جميلة جدا. كبير. كبير. البيت كبير وحديث. صغير. صغير. هناك غرفة صغيرة في المنزل. يمين. يمين. على يمين النهر هناك جسر. يسار. يسار. على يسار المدرسة هناك مسبح. سنة. سنة. في السنة القادمة سأسافر إلى بيروت. شهر. شهر. في شهر ديسمبر سأكتب الامتحان. أسبوع. أسبوع. في الأسبوع الماضي كنت في المستشفى. ساعة. ساعة. سأقابلك الساعة الخامسة بعد الظهر. دقيقة. دقيقة. الساعة الثانية إلا دقيقة. صباح. صباح. ذهبت إلى المحل في الصباح. مساء. مساء. مساء الأمس كنت في السينما. ظهر. ظهر. بعد ظهر رجعت من المدرسة. فعل. فعل. هل فعل ذلك؟ عمل. عمل. عمل في الشركة الدولية. عرف. عرف. عرف عنوانه. تحدث. تحدث. لوب. تكلم. تكلم. تكلم باللغة العربية. ذهب. ذهب. ذهب إلى المطعم. أعطى. أعطى. أعطاني رقمه. جاء. جاء. جاء إلى الحفلة. رأى. رأى. رأى الطفل الشوكولاتة. كتب. كتب. كتب إلى مدير الشركة. أراد. أراد. أراد أن يصبح مدرسا. أحب. أحب. أحبها عندما كان شابا. أخذ. أخذ. أخذ الكتاب من المائدة. شرب. شرب. شرب زجاجة عصير تفاح. أكل. أكل. أكل سمكا مع الرز. قال. قال. قال لها شيئا لطيفا. خرج. خرج. خرج من البيت. دخل. دخل. دخل الغرفة وجلس على الكرسي. كان. كان. كان رجلا غنيا. قهوة. قهوة. أفضل قهوة عربية. شاي. شاي. أفضل شاي أحمر. ماء. ماء. الماء دافئ. أم. تسكن أم أحمد في القاهرة. أب. أب. يسكن أبو أحمد في دبي. بيت. بيت. يوجد بيت في وسط المدينة. عالم. عالم. هو أحسن لاعب في العالم. يوم. يوم. يوم الأحد لا نذهب إلى المدرسة. يد. يد. الشعور بالألم في اليد. طفل. طفل. لديه طفل عمره 5. ممكن. ممكن. من الممكن أن نسافر إلى المغرب. لازم. لازم. من اللازم أن ينظف المطبخ. مدينة. مدينة. بيروت مدينة لبنانية. حياة. حياة. أريد حياة أفضل لأسرتنا. رأس. رأس. ضربه بالرأس. صديق. صديق.
لدي صديق في تونس. سيارة، سيارة. بعت سيارة قديمة. مال، مال. لديه الكثير من المال. لغة، لغة. يتكلم باللغة العربية. اسم، اسم. اسمه محمد. To tyle. Mam nadzieję, że język arabski spodobał Wam się i zrobicie użytek z tych wszystkich słówek. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do pozostawienia łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ma'assalama!